الضغوط الحياتية بقت كتير جدا، والحاجات المشاكل أو التعامل مع المشاكل بقى كتير، والاكتئاب والقلق اللي احنا بنعاني منه بتبقى كتير، وساعات بنخش في علاقات بتبقى توكسيك أو بتبقى حاجات شوية، بتبقى علاقة نرجسية ومبقاش عارفين ان احنا نتعامل منها ازاي او نخرج منها ازاي. طيب، مساء الفل على احنا متابعين. انا يوسف الجوهري وانا لايف كوتشنج، ودي قناتي يوسف سايكولوجي لايف. فاحنا بقالنا يعني 4 سنين على الفيسبوك بندي استشارات مجانية على الفيسبوك لمدة 2، وكمان احنا يعني بقالنا سنة على اليوتيوب، وبقالنا 3 سنين على الانستجرام. فانت بقى لو مهتم بالعلم النفس ومهتم بالحاجات اللي هي تقدر تفيدك ان انت تمشي فيها حياتك، وتقدر ان انت تتعامل مع العلاقات بتاعتك، وتقدر ان انت تعرف ازاي ان انت تخرج بطريقة سلسة من اي علاقة، او حتى ان انت تواجه القلق بتاعك وتواجه الخوف بتاعك سواء من المستقبل او الخوف حاليا من الحاجات اللي انت بتعملها، او حتى طريقة التعامل مع الاخرين. بس كده يا جماعة، ودي تبقى حلقتنا النهاردة. يعني لو انت جديد طبعا ما تنساش في سبسكرايب ولايك وشير، مع السلامة.